مالي الفريق الدستوري النائبة المحترمة الأستاذة فوزية البيض. شكرا سيد الرئيس، سيدة الوزيرة المحترمة، سيدة والسادة النواب، رمضان كريم. يسعدني سيد الرئيس أن أتناول الكلمة باسم فريق الاتحاد الدستوري في إطار مناقشة مشروع القانون يتعلق بمشروع قانون يوافق بموجبه على بروتوكول اختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الموافق عليه بنيويورك في 6 أكتوبر 1999 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتعلق المشروع الثاني بمشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموقع بنيويورك في 16 ديسمبر 1966، وهما مشروعان ينصبان في سياق استكمال المنظومة الحقوقية لبلادنا لمسار التلاؤم والتكييف مع المنظومة الحقوقية الكونية. لذا نعتبر هذه المحطة إحدى المنعطفات الحقوقية القوية والهامة جدا في اتجاه تثبيت الحقوق النوعية للمرأة المغربية بصفة عامة، على اعتبار أن هذين المشروعين هما بمثابة سكين دوليين يلزم الدول الموقعة عليها بتحقيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل على جميع المستويات القانونية الاجتماعية والسياسية. داخل الفريق الدستوري نؤكد إيماننا الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية كما هي متعارف عليها كونياً وكما نطقت بها مقتضيات الدستور المغربي، وبضرورة حماية الأفراد وكرامتهم وإعطاء كل فرد وكل واحد حقه وقدره، والسعي والعمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق كما يقع ذلك في الواجبات، شرط أن يكون المغرب مصادق عليها مع العمل على ملائمة التشريعات الوطنية معها. أما في حال عدم المصادقة، إذا ثبت تعارضها مع أحكام الدستور، تبقى السيادة القانونية قائمة الذات، خاصة أن المغرب يتوفر على آليات وطنية ومؤسسات موكون لها القيام بأدوار حقوقية. مناسبة الموافقة على البروتوكولين نغتنمها كفرصة لتهنئة المرأة المغربية على هذا المكسب وعلى الحصيلة الإيجابية نتيجة نضالاتها وتطلعاتها، حيث اندمجت هذه التطلعات وهذه المعطيات مع المكاسب التاريخية التي حققها المغرب وتحققت كذلك في هذا العهد الجديد الذي بدأه ملكنا محمد السادس، وإطلاقه للمفهوم الجديد للسلطة إلى غاية مصادقة الشعب المغربي على دستور 2011، والذي بوأ المملكة المغربية مكانة بارزة في المجالات الحقوقية إسوة بالدول المتقدمة. بالنظر لما اختزله هذا الدستور من زخم حقوقي هام لدرجة أنه جعلت من إشكاليات تنزيله تنزيلا سليما، تحديا ديمقراطيا وتحديا كذلك يطرح إشكالات كبيرة في حد ذاتها لا زلنا نعاني من تبعاتها إلى الآن ونحن نشرف على نهاية الولاية التشريعية التاسعة. إن النجاحات التي تحققت للمرأة المغربية في جميع المستويات، ولو أنها لا ترقى إلى طموحنا الرامي إلى تحقيق مبدأ المساواة، بدأت كما قلنا بإطلاق المفهوم الجديد للسلطة، وتعززت بتنصيص على حقوق الإنسان بمفهومها الكوني كما في المعاهدات الدولية، واستمرت كذلك في التقرير الخمسينية الذي وضع سيناريوهات سياسية إرادة للخروج من بوتقة التخلف، وكذلك تتابعت مع الحصيلة الإيجابية لهيئة الإنصاف والمصالحة في اتجاه مصالحة بلادنا مع ذاتها ومع تاريخها دون عقد.
وتكرست مع المصادقة على الاتفاقيات وعلى المعاهدات الدولية للحقوق النوعية لحماية الطفولة، وكذا تمكين حامل الإعاقة من حقوقهم الأساسية. اليوم نكرس هذا المسار الديمقراطي من خلال المصادقة على اتفاقية سيداو كمعاهدة دولية تم اعتمادها في 18 دجنبر ديسمبر 1979، والتي تنص على القضاء على جميع أشكال التمييز الذي قد يمارس ضد المرأة. ولو لم يتحقق كل هذا، لولا النضالات، الحركة، وكذلك حركية المجتمع المدني، ولولا كذلك ما حمله الدستور الجديد للمملكة من حقوق ومن أجيال جديدة للحقوق، وكذلك من زخم قانوني الذي شكل في حد ذاته ثورة عميقة في بنية الدولة المغربية، وكذلك حركية استباقية للدينامية وكذلك التحولات التي يشهدها الوطن العربي بأكمله، مما منح بلادنا وضعا استثنائيا تعززت فيه الحقوق. ونحن نتوج اليوم هذا المسار بالتصديق على هذين المشروعين توخيا للتنمية الشاملة، وهي تنمية لن تتم إلا عبر إشراك نصف المجتمع، إشراك المرأة بشكل كامل وفوري جنبا إلى جنب الرجل في جميع الميادين ودون انتقائية. وها نحن نعمل اليوم على تجسيد المساواة ليس فقط على مستوى الدستور والتشريعات، بل أيضا عبر الإلحاح على ضرورة إخراج هيئة المناصفة ووضع آلية لحماية حقوق المرأة، بل واتخاذ التدابير لفرض الإجراءات لحظر التمييز ضد المرأة وفرض الحماية القانونية على قدم المساواة مع شقيقها الرجل، وهو ما تحقق في بلادنا في عدة مستويات. وقد كان للمرأة نصيب مهم في المشاركة الفعالة في بناء الوطن من خلال إسهاماتها اليومية منذ الحركة الوطنية حتى ولوجها عالم الإنتاج، عالم الاقتصاد، عالم المال، عالم الأعمال، عالم الإعلام، وفي وظائف كالتعليم والتطبيب والإدارة، وتبوئها مكانة مهمة في المجالات السياسية، بل وتميزت بالإشراف على حقائب وزارية مهمة في الحكومات السابقة قبل أن تتراجع مكانتها في هذه الحكومة، لتعرف انتكاسة في هذا المجال لتنزوي في حقائب ثانوية مكملة للحقائب الوزارية لدى الرجال، كأن النساء كائنات ديلية هامشية على السياسة، مما شكل انتكاسة في مسارها التدبيري على مستوى الحكومة. السيد الرئيس، إننا نسعى من خلال هذا التصديق على الحد من كل التجاوزات التي تسقط في نطاق واسع في التمييز ضد المرأة ككائن مواطن إنسان، خاصة في الفضاء العام حيث تعاني من شتى المضايقات وتعرضها كفئة هشة للتعنيف في الفضاء المنزلي أو من طرف شبكات التجار في البشر والاسترقاق واستثمارها في شبكات الدعارة وغيرها من السلوكات التمييزية التي قد تحط من كرامة المرأة. ولذلك فإن توقيعنا ومصادقتنا بالإجماع على هذا البروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يهدف ضمن ما يهدف إليه تمكين الدولة والأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للبت في التبليغات المقدمة إليها من طرف المتضررين والمتضررات والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبالتالي لدينا قناعة ووسيلة وآلية جديدة لتكريس هذه الحقوق والدفاع عنها، إلا أنه وإذا كنا نود نؤيد بعض مضامين هذه الاتفاقية بوصفها أدوات آلية وأداة للتمثيل سبيلا للارتقاء بأوضاع المرأة المغربية والنهوض بها، فإننا في ذات الوقت نؤكد على ضرورة مراعاة تشريعاتنا المبنية على خصوصيتنا الوطنية، وعلى ضرورة مراعاة التباين الحاصل في الثقافات كذلك المجتمعية
وفي تركيبة المجتمع المغربي حتى لا نسقط في فرض نمط حضاري معين على العالم تلتزم به كل الدول الأخرى. إننا في الفريق الدستوري إذ نتبنى هذه الاتفاقية، فإننا في ذات الوقت نمنح لنفسنا حرية التحفظ على كل ما من شأنه أن يحرمنا من حقنا في تنظيم الشأن العام وفق خصوصيتنا وفق هويتنا الوطنية، وكذا التدخل الحد من فرد نموذج واحد يمكن أن يمزق التماسك الاجتماعي. فمبدأ السيادة الوطنية بالنسبة لنا هو فوق كل اعتبار، وينبغي أن نتمسك به دون أدنى حرج. وشكرا السيد الرئيس. شكراً.